قال الله العظيم في كتابه الكريم: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الدنيا مزرعة والحصاد في الآخرة، كلما تقوم به، كل عمل تقدم عليه، كل خطوة تخطوها، كل نية من نيات قلبك فهي إما لك وإما عليك. ربنا لم يخلق البشر عبثاً، وإلا ما خلق له الأرض وما فيها والجبال والوديان والغابات والطيور والحيوانات والحشرات، كلها خلقت لك. كل واحد منكم خلقه الله بإرادة خاصة منه، حتى لو الناس ما يقدروك، بس رب العالمين الذي خلقك بإرادة خاصة يقدرك، يعرف قيمتك وقدرك. وإلا لم يخلق الأرض لكم، الآيات القرآنية الكريمة حينما ترجع إليها تجد أنها تؤكد: الأرض لكم، السماوات لكم، نجوم لكم، كلها لكم. وأيضا بالإضافة إلى ما خلق الله خارج أجسامنا، كل واحد منا مملكة عظيمة أكبر من الأرض وما فيها. يعني الخلايا الموجودة في جسم الإنسان بالمليارات، كل خلية أعجوبة حقيقة من أعجوبات الخلق، ولا يمكن للبشر جميعا أن يخلقوا خلية واحدة أبدا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كان الشمس لك والقمر لك والبحار لك والأنهار لك والحيوانات لك والفواكه لك، كل هذه لك، فلا بد أن تعرف قيمتك، تعرف. وأنت جالس هنا الآن أنا أتكلم وأنت تسمع، الصوت من آيات الله العظام. كان ممكن أن الأشياء ما لها صوت، تشوف كل شيء له صوت خاص، كل شيء. يعني إذا حجر وقع على الأرض له صوت خاص، إذا زجاج وقع على الأرض له صوت غير، إذا فلوس وقعت على الأرض لها صوت خاص، وأنت هم لك صوت خاص. تعرف الأشخاص من أصواتهم، يتصل بك أحدهم: السلام عليكم. عليكم السلام فلان. من وين عرفته؟ من صوته. وإذا صوته شفت متغير عليك، تسأله: أنت مريض؟ شو مو صوتك؟ يعني أكو أشياء في البشر أحدهم لا يشبه الثاني. يعني اليوم على وجه الكرة الأرضية 8 مليارات وشوية من البشر، يعني مثلي ومثلك 3 مليارات، 3000 مليون من البشر على وجه الأرض ما يتشابهون في البنان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. ولذلك يأخذون طبع الأصابع، يعني ممكن يصير اشتباه بين إصبعي وإصبعك؟ لا، ما يصير. كل البشرية مع أنه مجرد خطوط، لكن رب العالمين خلق الناس لا يتشابهون في البنان، لا يتشابهون في بصمة العين، لا يتشابهون في اللسان، اللسان أيضا فيه خطوط، لا يشبه أحد أحدا في مشيته، كل واحد إلى فد مشية خاصة.
في داخلك من عجائب خلق الله. تعرف كم كيلومتر عروق في داخل الإنسان؟ 65,000 كيلومتر من العروق، وأنت جالس هنا والدم ده يجري في داخل هذه العروق بانتظام بشكل دائم من قبل ما تجي للدنيا إلى آخر لحظة من حياتك. 65,000 كيلومتر من العروق. هذا الطفل الصغير أول ما يجي للدنيا اللي وزنه ما يتجاوز 3 كيلوات من الوزن، هذا هم في جسمه 65,000 كيلومتر عروق. تريد تعرف أو تسمع صوت العروق؟ قلنا كل شيء له صوت. خلي إصبعيك في أذنك، اقطع الأصوات من برا، تسمع كأنه صوت طيارة. هالصوت من وين؟ من جريان الدم في العروق. الله خلق هذا الموجود الذي هو أنت والذي أنا وبقية الناس، خلقنا في هذه الحياة وأمرنا بأمور في مصلحتنا. يعني رب العالمين ما يريد إلا مصلحتك، هو ما عنده مصلحة ويانا. يعني هل يمكن أن البشرية تنفع الله في شيء؟ لا. هل يمكن أن البشرية تضر الله في شيء؟ لا. مو الله، حتى الشمس وهي من خلق الله يمكن البشر ينفعون الشمس؟ لا. يضرون الشمس؟ لا. الشمس تعطينا الضوء، تعطينا الأشعة، تعطينا الدفء. هذه الشمعة المتقدة منذ 15 تقريبا 13 مليار و700 مليون عام ولا تزال موجودة وتستمر. هاي المنظومة الشمسية اللي احنا على الأرض مجرد كوكب من كواكب المنظومة الشمسية، هذه كم سنة قبل الله خالقها؟ خلقها الله قبل 5 مليارات من السنوات، وراح تبقى بعد 5 مليارات إلا إذا شاء الله. فالله الذي خلق هذا الموجود بهذه الخصوصيات، بهذه الأعجوبة، كل واحد بإرادة من عنده، كل واحد إلى ذوق خاص غير ذوق بقية الجماعة. أبو ابن، ذوق الأبو شكل، ذوق الابن شكل ثاني. الابن يحب لون معين، الأبو يحب لون آخر. الابن يرتاح إلى طعام معين، الابن طعام آخر. بقدر ما خلق الله رؤوس خلق أذواق، وأعطى كل واحد منا هداه. يعني لو نفترض ما بعث الله رسوله الكريم ولا جاء الأئمة الصالحون سلام الله عليهم، يعني أنت ضميرك وجدانك فطرتك ما تأمرك بأشياء؟ تأمرك بالخير. اللي يعيش في غابات الأمازون الخطأ عنده خطأ ويعرف أن هذا خطأ، هذا قبيح، هذا حسن. يعني تفكرون الأقوام المتوحشة التي تعيش في غابات الأمازون ما تعرف أن القتل جريمة؟ تعرف. ما تعرف أن السرقة قبيحة؟ تعرف. واللي يعيش في منهاتن في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي يعيش في القرى واللي يعيش في المدن، كلهم من حيث الفطرة فطرتهم واحدة، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة شنو؟ شايف يوم اللي تشتري لك كمبيوتر أكو في الديسك بي هذه المعلومات مخزنيها داخل الكمبيوتر. الله خزن الخير والشر في داخل الإنسان. تعرف هذا خير، تعرف هذا شر، وهديناه النجدين. يعني رب العالمين في سورتها الأتى، وسورتها الأتى اسمها سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله خلقنا وهديناه النجدين، طريق الخير بوجدانك تعرفه، بفطرتك تعرفه، طريق الشر أيضا تعرفه. مو متعرفه، يمكن تتنكر فطرتك. ولذلك تجد أن الطغاة مع أنهم ظلم فسق فجر قتل، لكن ولا واحد من عندهم يقول أنا قاتل، ولا واحد يقول أنا ظالم،
ليش؟ لأن فطرته تقول له لازم تكون عادل، فيريد يسكت فطرته يقول لا أنا هذا اللي أسويه كله عدل مو ظلم. نعرف أن الظلم قبيح. السماع واحد يظلم وطن، واحد يظلم زميله، أخوه، أبوه، أمه، إخوانه، زملائه، ماكو فرق، الظلم ظلم. الله يرحم شيخ عبد الزهراء الكعبي كان يقول السراق أنواع، واحد يسرق وطن بأكمله، يسرقه ويفرض على الناس إرادته ويمنعهم من العدل ويسجنهم، يقتلهم، يهجرهم، يصادر أموالهم. واحد هم يسرق لبصلة، السارق سارق، سواء من يسرق بصل أو من يسرق وطن، كلاهما سارق. العمل الذي تقدمون عليه إن كان صالحا، سواء كان في مدينة أمام أعين الناس الكاميرات أو وحدك بالليل، فهذا محسوب إلك أو محسوب عليك. وماكو شيء يسترنا عن رب العالمين، أكو شيء يسترك عن رب العالمين. قالوا ليعقوب النبي: يا نبي الله، لماذا تحب يوسف أكثر من إخوانه؟ بس لأنه حلو؟ قال لا، مو لحلاوة عيونه ولا حلاوة وجهه، أنا أحبه للمعرفة اللي عنده. قالوا شلون؟ قال تعالوا أراويكم. أعطى لكل واحد من أولاده دجاجة. كانوا يعيشون في منطقة زراعية، وتعرفون وين كانوا يعيشون؟ يعقوب ويوسف وجماعته في العراق، كانوا يعيشون في العراق. فأعطى كل واحد فرد دجاجة، روح اذبحها في مكان ما حد يشوفك. اجى الأول جايب الدجاجة مالته مذبوحة، قال له وين اذبحتها؟ قال رحت في بستان، طالعت يمين شمال، منا منك ماكو أحد، فذبحت الدجاجة وجبتها. الثاني وين ذبحتها؟ قال صعدت فوق السطح، طالعت شفت ما حد يشوفني وذبحتها. الثالث الرابع، يوسف جايب الدجاجة مالته حية ما مذبوحة، قال ليش ما ذبحتها؟ قال مو أنت اشترطت علي شرط شفت ما أقدر أسوي، قلت لي روح اذبح هذه الدجاجة في مكان لا يراك فيه أحد. وين ما راح شفت الله يشوفني، وين ما راح. يعني أكو كاميرات يخلون في بعض الطرقات، في بعض المحلات اللي يبيعون الأشياء، يمكن الشخص يواجه يشيل لفت شغلة يخليها بجيبه، بس الكاميرا تسجل عليه. هاي كاميرات البشر، أما كاميرات الله عز وجل ففي كل مكان، أنت أصابعك تشهد إلك أو عليك، أعضاءك تشهد عليك. قالوا لما شهدتم علينا؟ إيدي ليش تشهدين علي؟ رجلي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم نختم على أفواههم، ماكو مجال تتكلم، وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. الله يشوفك في كل مكان، وكل صغيرة وكبيرة أنت محاسب عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أضرب لكم مثال، ذكرت ذلك في إحدى المحاضرات، إن شاء الله ما سامعيها حتى ما أكرر عليكم. المرحوم مرزا حسن الشيرازي، هذا عالم من علمائنا الأجلاء، كان يعيش في سامراء، وكانت له قوة حقيقية معنوية. يعني احنا في المرجعيات ما عندنا مراجع كانت لهم مثل قوة المرحوم مرزا حسن الشيرازي او السيد السيستاني الله يحفظه، قوة معنوية، مو لانه عند جيش وسجون واموال، لا لا، قوة معنوية. اجوا قالوا اكو شركة بريطانية جاية لتستثمر وتحتكر التمباك في إيران. إيران كانت تنتج التمباك، وكانت بداية قضية الجقاير وما جقاير، يعني قضية مهمة تجاريا. فجاية شركة متفقة مع الملك
على احتكار التنباك في إيران فقط لهذه الشركة البريطانية، وهذا خطير. يعني اقتصاد البلد، أكل الناس، شرب الناس، مسكن الناس، كل يصير بيدهم، كل الأموال يصير يمهم. السيد كتب له سطر، فقط سطر: اليوم استعمال التنباك بمنزلة محاربة صاحب الأمر. كلمة واحدة. فتوقف التجارة بالتنباك والتدخين وكل هاي الأشياء. الملك هو هم كان يدخن، سابقا كان يدخنون نرجيلة، فقال لمرته: جيبي لي نرجيلة. قالت: ما أجيب لك. قال لها: ليش؟ هو ملك طاغوت، مرته تتمرد عليه، ليش؟ قالت له: لأنه حرام. قال: منو حرم عليك وأنا الملك؟ قالت له: اللي حرم علي اللي حللني لك، أنا بفتواه صرت حلال لك وهو اللي حرم علي. هذا السيد كان عنده فرد واحد من المقربين له، سابقا ما كانت بنوك ولا صناديق حديدية حتى الناس تخفي أموالها، والسيد عنده حوزة علمية وعنده من يعطيه الحقوق الشرعية يوزع هذه الحقوق الأموال. عنده واحد من المقربين له اسمه الحاج جعفر، مقرب جدا، وكلما يأتي السيد من أموال من أمانات كلها يعطيها الحاج جعفر. اجوا ثلاثة تجار من إيران يردون يروحون للحج، فعدهم أموال، جايبين هاي الأموال حتى استخدموها في ترميم العتبات المقدسة. يعني الناس هناك مجمعين أموال معطين لهذولا، يجون في طريقهم إلى الحج فيصرفوها فيما بعد في ترميم، في بناء المراكز المقدسة المباركة. فإجوا عند السيد يقلدون السيد وهو المرجع الأعلى: سيدنا هاي الأموال دا نروح للحج، وين نخليها؟ عند منو نأمنها؟ قال: خلوها عند حاج جعفر، هذا أمين. أعطوا الأموال لحاج جعفر، ذهبوا إلى الحج، والحج كان يطول سابقا، يعني بس في زماننا لا، بس قبل زماننا الحج كان يطول شهرين ثلاثة أربعة، وكثيرا ما كان يموتون الناس في الطريق، ولذلك اللي كان يروح للحج يوصي ويروح. بس هالأيام يروح له بالطيارة يروح له بالطيارة كم يوم ويرجع. راحوا تعطلوا رجعوا من الحج، اجوا عند السيد: سيدنا وين أموالنا الأمانات اللي أعطيناها لك؟ السيد قال: حجي جعفر توفاه الله، توفى. وقعدوا، طلب أولاد حجي جعفر: روحوا شوفوا هاي الأموال اللي أخذها من هذا الرجل، من هؤلاء الثلاثة، وين مخليها؟ طلعوا الدفاتر، شافوا كاتبين: من فلان هالقد، من فلان هالقد، الثالث ما مكتوب اسمه في الدفاتر، ما موجود. السيد قال لهذا التاجر، قال له: عفوا ما ندري شو مسوي حج جعفر، هو امين قطعا ما اكلها، لكن وين مخليها ما ندري، تقدر تعفي؟ قال: لا، انا ايضا امين، انا جايب اموال، انا تاجر، انا اعيش على سمعتي، وهاي الاموال من الناس جايبها، أرجع أقول والله أعطيناه حج جعفر، حج جعفر مات وما كاتب الدفتر، ما يمشي عليهم، يتهموني إلي. السيد صفن فترة، قال: أعلمك أذكار تروح إلى وادي السلام، أرواح المؤمنين في وادي السلام عند أمير المؤمنين، ولذلك الناس يوصون يدفنون عند علي بجوار أمير المؤمنين. والإمام علي حينما مر من هنا قال: أراهم حلقا حلقا، دا أشوف أرواحهم قاعدة ويا بعض وتسولف وتحكي. أرواح المؤمنين في وادي السلام. قال له: أعلمك أذكار تروح ليلة الجمعة تقرأ هذه السورة من القرآن، تقرأ هذه الأدعية، وتطالب وتنادي حج جعفر، قل لي وين خليت أموالي،
اجى الرجال من اول ليل رايح على وادي السلام على قبر حج جعفر المدفون هناك، قرأ الأدعية قرأ الأذكار إلى الصبح نام، ماكو خبر، ماكو، ما يجا حج جعفر. رجع للسيد قال سيدنا ما يجا حج جعفر. يقول السيد صفان ضرب يدا على يد قال آه حج جعفر ما موجود في وادي السلام، وين يمكن يكون موجود؟ أكو وادي في اليمن حضرموت، هذا حتى اليمنيين يسألوهم، هذا وادي مخيف، وحسب رواياتنا فإن أرواح الفسقة الفجرة القتلة تجتمع هناك. طبعا رب العالمين ما يعطيهم هذا الشرف أن يكونوا بجوار أمير المؤمنين، قال له حجي مستعد تروح لليمن وهناك تقرأ نفس الآيات نفس الأدعية وتنادي حج جعفر لعله يعطيك ويعلمك. قال إيه سيدنا ما عندي مانع. أرسل ويا واحد من تلامذته راحوا إلى وادي براهوت في حضرموت وبدأ يقرأ الأدعية يقرأ الآيات القرآنية كذا. صاحب اللي وياه ينقل يقول لحظة واحدة شفت هالشكل طالع وعيونه كأنه تريد تطلع من مكانه. قال حجي وين أموالي؟ يقول أنا ما سمعت شيء. هذا الرجل اللي وياه بعدين غشي علي، يقول جبت ماي خليت على وجهه كذا قعدت، قام يركض قال اطلع اركض. أقول له شنو؟ قال امشي خايف مرعوب. طلع يركض طلع، احنا مطلعنا وياه. شنو القضية؟ قال ما أقدر أقول لكم إلا عند السيد. اجى إلى عند السيد قال له سيدنا لقيت حجي جعفر وقال لي وين مخلي الأموال اللي أنا أعطيتها أمانة عنده؟ فلان بستان الزاوية الجنوبية يم الحائط وحفروه هناك أنا خليت الأموال. راحوا نفس المكان نفس العنوان طلعوا الأموال. سابقا كان الناس اللي تسمعون فلان كنز اكتشفوه، ليش؟ لأن كان الذهب والفضة والأموال كلها كانت ذهب وفضة وما كانت عملات ورقية، كانوا يدفنوها في الأرض يدفنوها في جدار وبعدين تنسى أو يموت صاحبها بالصدفة تنكشف هذه الكنوز. راحوا طلعوا طلع القضية صحيحة. بعدين قال سيدنا أول ما خلصت هذه الأدعية انكشف الغطاء عن عيني وإذا بتنانير من النار من أعماق الأرض إلى آفاق السماء. من جملة جابوا حج جعفر في داخل تنور ده يحترق. وأنا سألته وين خليت أموالي؟ قال لي العنوان اللي رحتوا جبتوا الفلوس من عده. ثم قال قولوا للسيد الأمان من جاري القصاب. السيد طلب أولاد الحج تعالوا انتوا عندكم جار قصاب؟ قالوا لا ما عندنا. واحد من عندهم قال أي صحيح قديم بيتنا كان عندنا فرجار قصاب. قال السيد روحوا شوفوا بعد حي. قالوا إيه موجود. قال خبروا أنا الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء أجيت أريد أزور هذا القصاب. سيد مرجع أعلى للطائفة سفراء الدول الكبرى في ذاك الوقت مثل بريطانيا وروسيا يطلبون لقاء، ما يعطيهم لقاء، هو يريد يروح عند هذا القصاب. خبره قال بيتنا يريد يجي. هو اللي خبر هذا الرجال هم قام يرش المي عتبة بيته اهتم بالبيت اهتم بالكذا هيأ له طعام هيأ له فواكه. السيد بعد صلاة المغرب والعشاء اجى ينبع بالبيت. قبل ما يخلي رجله داخل البيت قال أريدك تغفر لحج جعفر. قال سيدنا أطلب أي شيء إلا هذا ما أغفر له ما أغفر له. قال له ليش؟ قال تفضلوا حتى أشرح لكم. اجى قعد. قال سيدنا
حج جعفر جارنا، أنا كان عندي بنية، فاليوم حج جعفر إجا خطب بنتي الإبنة، عفوا لا، قال أنا قصاب وأتعامل مع واحد في الموصل، هذا عنده أغنام ما أغنام، أنا أكتب له رسائل يدز لي أغنام أذبحها وأبيعها. فديوم إجا هذا الرجل اللي من الموصل خطب بنتي الإبنة، قلت خوب أنا أستشير، إحنا لازم نستشير، ما يصرف هذا واحد يزوج بنته بدون إجازته ولا بدون إجازة الأب. هالأيام اللي تشوفون فرد شوشرة فرد إعلام ضد الأحوال الشخصية، أنه هذا معناه البنية عمرها 9 سنوات يزوجه، هذا الحكي كله كذب، في كذب كذب. أنتوا المتزوجين اللي قاعدين هنا، من منعتكم تزوج بنية عمرها 9 سنوات؟ بعدين يصير زواج بدون ما الأبو يقبل البنية تقبل، ماكو هذا الشيء. أحوال شخصية يعني ربط بي أنا شخصيا، يوم الأمور ترتبط بي أنا أمشي على مذهبي، أمشي على حسب الفقه، فقهي أنا، ما يصير تفرضون علي شيء آخر. قانون من سنة 59 سنه عبد الكريم قاسم، وكان في وقته ظالما واعترض عليه العلماء في وقته، لا هذا لازم يمشي. يا عمي احنا نريد قانون الأحوال الشخصية مثل بقية الدول. في أمريكا إذا فرد واحد من أتباع مذهب أهل البيت يريد يزوج يريد يطلق، مات عنده إرث، لمن يرجع؟ يرجع للفقه الجعفري، اللي على الفقه العنفي يرجع للفقه العنفي. ماكو فرد واحد إجبار في هذه القضية. على كل حال إن شاء الله القانون هذا يمشي بفضل دعائكم، وينصف أتباع أهل البيت في هذا البلد في العراق، وهو عراق علي والحسين والأئمة الطاهرون سلام الله عليهم. المهم قال خطب بنت، وأنا إجيت يمك سيدنا أخذت خيرة، الخيرة طلعت زين. فاكتبت رسالة لصاحبي، يا أبو أنا استشارت وصارت الموافقة، وتعال وأخذ البنية لولدك. قال إجا مرة اسمع حكي في الموضوع، وتدري احنا عندنا عيب ابو البنيه يقول ها شنو صار. احنا عاده الاباء يدورون بنات لاولادهم، بس اكو ابو يدور ازواج لبناته، لا عيب. يقول انتظرت انتظرت الى ان راح ما قالش، مره ثانيه هم اجى ما قالش. هالمده يجون خطابه ويروحون، بس احنا نقول لهم هاي البنيه مخطوبه. بعد مدة يعني إلى أن المرأة البنية كبرت كذا، كتبت لصاحبي، مو احنا اتفقنا انت جيت خطبت بنتي شنو صار؟ قال بصراحة أنا ما أعرف بنتك، أنا جيت إلى سامراء ورحت عد جاركم حج جعفر وسألت عن بنت القصاب، أنا سألته هاي البنية شلونها؟ قال حجي جعفر قال ما أدري ما أدري. تعرف ما أدري يعني عادة هواية فيها أشياء، واحد يسألك فلان شلون ما أدري، يعني بي أشياء ما أنا ما أريد أقول، أكو عنده إشكالات ما أريد أقول. جناب حجي جعفر يريد هاي البنية الإبنة، فقلل هذا ما أدري حتى يفك الياخة ويروح ويجي يخطبها. بعد مدة ابنها ما عجبت هاي البنية، راح اتزوج واحدة أخرى. قال سيدنا هاي بنتي إلى الآن عانس في ذيك الغرفة، أنا ما أغفر الحج جعفر. السيد قال هذا التاجر مستعد أنت تتزوج هاي البنية العجوزة الآن؟ قال والله اللي شفته في حج جعفر يحتاج إنقاذ، أنقذه يا سيد ما عدي مانع. السيد قال أنا جاي خطاب البتك، روح قل له السيد جاي يخطب
يخطبك لتاجر من تجار إيران. البنية قالت ما دام السيد جاي ما أرد، أهلا وسهلا. فديك الليلة السيد عقد على هاي البنية لهذا التاجر، طلعوا برا وراحوا. بعد كم يوم جاي واحد عند السيد مرزا حسن الشيرازي، قال سيدنا شفت حج جعفر في المنام، قال الله يرحم والديك أنقذتني من نار إلى يوم القيامة. إخواني كلمة لا أدري يمكن تدخل الإنسان في داهية، فكيف إذا نغتاب الناس، نتهم الناس، نكذب على الناس؟ غير المواقف مجرد كلمات لا أدري، هذا يغير كل الأمور بالنسبة إليك. هذا حق الناس، حتى رب العالمين ما يغفر لك حق الناس. حق الناس الله ما يغفر، يقول خلي الناس يغفرون لك. صاحبك إذا عندك واحد أنت اغتبته، إذا عندك واحد حتى لو يوم اللي كنت صغير مو مكلف وسرقت منه شيئا فأنت محاسب عليه إذا كبرت، لازم تستسمح من عنده. ما تعرفه لازم تدفع مبلغ من المال يسموه حق المظالم، يعني تدفع صدقة في سبيل الله بالثواب اللي سرقت من عنده. أنت صغير كسرت جامة بيتهم، كسرت جامة السيارة مالته، أنت محاسب. هذا حق الناس. ما يصير احنا كل حكي مالنا، هذا اللسان ما بيقمرك يفتح الشفافة ويحكي زيد عبيد، ما يجوز. قالوا فد واحد معيدي راح مكتبة كبيرة، دخل طالع الكتب وما يعرف يقرأ ويكتب. لما طلع برا حتى يبرد قلب نفسه، يبرد نفسه، قال أنا أدري هاي الكتب إيش تقول. هاي تقول يا آدمي صير خوش آدمي. إي كل الكتب الدينية السماوية تقول لك يا آدمي صير خوش آدمي، وانت تعرف يعني شنو خوش آدمي. يعني لا تغتاب، لا تتهم، لا تكذب، لا تسرق، لا تظلم، تساعد الناس. أنا حقيقة الليلة تشرفت بلقائكم وفي ضيافة السادة الأجلاء أولاد عمومتنا حفظهم الباري عز وجل، أعجبت بهذه الروح الموجودة في هذه المنطقة، وإن شاء الله هاي الروح تشيلكم من الدنيا إلى جنان الله عز وجل. هاي الروح طيبة، التعاون الموجود فيما بيناتكم، هذه الوجوه المؤمنة المباركة، انتم شكو عندكم جايين هنا؟ لا رايح تقعد في المقهى وتحكي حكي البطالين، ولا رايح وراء التلفزيون وافلام ومسلسلات وكذا. ليش؟ لانك تؤمن بالله وتؤمن برسول الله وتؤمن باهل بيته، انت ويا الحسين، وقلبي لقلبكم سلم. يعني يا ابا عبد الله اللي بقلبك بقلبي، بس الايمان اللي في قلبك ما يقاس بما في قلبي، بس أنا مؤمن بالله، جسر بين قلبي وقلبك، وقلبي لقلبكم سلم، ونصرتي لكم معد. يعني إحنا أمام الحسين شو نقول؟ قبل ما ندخل نقول الحمد لله الذي أهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بس يوم اللي ندخل عليه من جملة الكلمات تقول وقلبي لقلبكم سلم، أنا سلم لمن؟ سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يزيد قتل راح إلى جهنم لعنة الله عليه، وثلاث سنوات حكم، سنة الأولى قتل الحسين، سنة الثانية أباح المدينة واقعة الحرة، واستباح نساء وبنات من صحابة رسول الله استباحهم، وسنة الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق راح إلى جهنم. بس يعني اليزيديين هم راحوا؟ لا أكفر، أنا ويا الحسين، اللي يرد يكون مع يزيد خليه يكون، أنا مع الحسين، أنا بين قلبي وقلبه عقد عاد. صلى
على محمد وآل محمد. ثانية بقى على أصواتك. على حب الصديقة الطاهرة الثالثة. نحن شيعة علي، والعراق عراق علي والحسين. هذه أرض طاهرة، طهرها الله بأن جعلها مدفن أولياء الله. نحن في زيارة الجامعة نقول شنو؟ عائذ بقبوركم. احنا ما نعبد القبر، لكن نحن مخلصون لصاحب القبر، لهذه الروح المباركة الموجودة هنا، ونتوسل إلى الله بهم في قضاء حوائجنا. وأهم حاجة عندنا أن نحشر يوم القيامة معهم وفي درجتهم إن شاء الله. إذن أحصاه الله ونسوه. أنت دائما في حالة اختيار بين طريقين، حق وباطل، دائما ما دمت حي إما أن تمشي طريق مستقيم أو طريق أعوج. يعني تقول أنا قاعد في بيتي، وين الصراطين؟ صراط يقول لك الآن أذكر الله، أذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. قول كل كلمة تقولها لك شجرة في الجنة. وأنت جالس بين خيارين، أن تقوم بعمل نافع لك ولعائلتك ولأولادك وتهتم بهم، أو لا تقوم. نرجو من الله أن يوفقنا لطاعته وأن يهدينا سواء السبيل. نحن في أيام بين مقتل الإمام الحسين وشهادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام السجاد صاحب الصحيفة الربانية، الذي حمل آلام مضيئة. ولولا زينب وزين العابدين، زين العابدين بصبره بكلامه بمواقفه، وزينب ببطولتها شجاعتها بكائها، أسقطوا إمبراطورية بني أمية. بني أمية عندهم فخذ أبو سفيان، أبو سفيان معاوية يزيد. انتهى حكم يزيد وحكم أبي سفيان بمقتل الحسين، انتهى، راح إلى فخذ ثاني مال مروان المروانيين، لكن انتهى هؤلاء، لأن الله مع الحسين، ربك ربي مع الحسين سلام الله عليه، ومع مبادئ الحسين. تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. تقدر ترجع لي وراء 1385 عام يوم عاشوراء تنصر الحسين؟ لا، لكن مع ذلك تقول لبيك يا حسين، مو الشكل لبيك في شنو؟ الولد اللي يبدأ يصلي فهو يقول لبيك يا أبا عبد الله. أنت شنو كنت تريد من الناس؟ أن يكونوا على الصراط المستقيم. البنية اللي تتحجب هي على طريق أبي عبد الله، الشخص اللي تجي معاصي ما يسويها هو على طريق أبي عبد الله. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للسير إلى الأخير، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.